يقول لي يومية ويا واحد ذاب هش مالك، يجي يوم واشوفك ما حد بحالك. السلام عليكم يا ابو، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين. يا احلى واغلى متابعين، لا تنسوا تشتركون بالقناه وتشقون اللايك وتفعلون جرس الاشعارات حتى يصلكم كل جديد. انا وياكم اخوكم محمد العزيز، وهذا محتوانا الجامعي الاسبوع الثالث ابغيانا. انا وانتم نستقبل طلاب المرحله الاولى هذا الاسبوع في كليتنا، كليه الرشيد الجامعه ان شاء الله. طبعا اللي ما يعرف انا شنو اختصاصي قانون، كليه الرشيد الجامعه. ويسالوا شنو اختصاصك ويا جامعه داوم؟ كليه الرشيد الجامعه. ما داوم غير جامعه، صح؟ اصور بغير جامعات بس انا ما داوم بهن، لان انا محتواي 50% جامعي و50% يعني لوقات على اعراس على مناسبات على كل شيء. فقسمي قانون. واذا انصح طالب يدخل قانون اتمنى يعني اقول اظفر. لا كذب، والله القسم كلش حلو وسهل، وسهل حيل ولا صعب حيل يعني، وقسم يعني عملي كلش يعني، قسم براسه 60 حرف يعني، قسم كافي كافي. تشلبت يبا جامعتي، طبعا شويه صوتي تعبان اعذروني لان جيت بصراحه دي الاجواء كلش بارده هناك. ندخل نشوف الاوضاع شلون هنا. عباس من زين وجهك. طبعا الولد جيت وصلت للجامعه خبراني قال اروح للبيت، قلت له ما اروح، راح محمد قاسم يبدل ملابسه ويجي، ما اعرف متدمر بلوزه ما اعرف شلون. هذا القسم طابيل اكثر من قسمنا. الله يستاهل. خوش قسم يعني الماليه، يعني الماليه رفعت على القلب. لا قلهم خلق كاميرا ودق دق بها صور، دق 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 صور. فضحونا جماعة المالية اقسم بالله. والله جماعة المالية اقسم بالله. والله مع صورة مع التخرج. لو انت تدري العالم ما لمتني له الظاهر، ونعم تخفي اخفي شلون يلا. معلم معلم لك معلم على الشوغات قلبي، ذمة وانا بريح وتوب علي من احاجيش، شوفي ليش واحد غيري وبالكلمة زادتش وجهك يا روحي يا الجبدين البيلية، ودهل الدين ويبل الناس ولا هو مني ولا بيا. هسه نرجع للبيت للهاوس. تعب يقرا 10000 قومش جاني انترنت ما شاء الله، شبكتنا اتصل لهني. هلو صباح الخير، شلونكم؟ عيني شلون صحتكم؟ هذا اليوم الثاني، البارحة كلش ما صورت بس يعني هذا اليوم الثاني. أبغي أنا رايح للجامعة. شو ضيع؟ جا صورك وقولهم قولوا الحمد لله على السلامة. بشرفك بشرفك وجه بشر. من قد مو عجوزية دان اشتري احب مسلس. احمد ما بيع علي اكل بس طعن الصاك. احمد انت اليوم معاد؟ لا 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 رجاء طالع كأنك هذا اللابس انت ورد. احمد والله اخلاق مؤدب يعني، يعني نشب. حاليا بجامعة الشرق الاوسط، ايش عندنا؟ جاي عندي طالب اقدم له، تعرفون انا السفير الـ هذا النوايا الحسنه.
عبود ما شاء الله من قد الازدحامات بج عبود عش طولك هاي كل الشرطة الأوسط وهاي أقسامها لا حد يجي يقول لي شنو أقسامها هاي أقسامها هاي 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 الأقسام هاي هذا عبد الله رايده وهنا أنا السفير النوويل حسن هنا أنا رأسه شنو هاي هيو هيو عطيتك شلاب خلاص. انا عندكم على سوال احنا تقريبا اي بالضبط. شرطه انا عندي شرطه نصب العاميه بس سرابيك. حتى عندنا طلاب من الكويت خاف تقولون جامعتنا ما محترم فيها دولي اصلا. تعال امشي. اليوم الثالث. هلا. وا 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 تشلبوا تشلبوا صاروا أليفين قلت الشلام ما تقاوموا ياكم إنه بزازين أنا دار حافظها نبيه ياي إيش طالع اليوم حذيفة طالع سايبة طالع شيري والله أنت شلب بزازين والله شلب اعتبر اخوك بشرفك 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 وطالع شيري سايبه لا لا شاب مرتب بابا واصله منسس اخويا منسس اخويا ذيك النفاخه ادري ادري هذا اسي هذا فين هذا كورك هاي شنو؟ يعني شيء اربع تليفونات انت احمد عمالات يمي مال حليفه؟ شنو هاي؟ هاي مال الشركه ايه وهذا مال البيت يمي نعم وهذا مال الكليه نعم وهذا مال الاسبوع لا 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 استغفر الله هذا مال نعم هذا خط يعني هذا بس ويا ابويا ايه خاص الوالد هذا بس وياك تجي الله يسلمك وزين ليش مفرق ابوك وامك؟ لازم تزعلين الله العافية ضيفونا كيك يا جماعة بمناسبة زواج أبوهم تسلم والله خذ القطعة مالتي سم إن شاء الله سم 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 يا أنا خذت مالتك هو خذ مالت سم يا بدي خرجي بالنص مو شي بالعافية شباب بالعافية هنا الأخوة عايشين على مساعدة الله وكيلك كيك حصلوا من ذاك الميز هذا لك كيك حصلوا من هذا الميز بس بنات ما أقدر أصلح والله عبالك هذا فضحتنا والله لو ما يبصل ما والله يا خارجي نشوفكم هلا 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 بسورها وهلا بنورها عايشين طالبين المطعم كله جايين تعال تعال خليني يا زين لا 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 ميز واحد حتى نتشارك بلا كذا راحت ويانا راح يلا تصبرنا امشي المشاركه مشاركه شيء جاي ببس البصره لا شو اجيب لك ببس البصره منزلين 90 قطعه ايش عندكم هذا خيري 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 هذا خيري ولا ولا يشتهون اصلا الجماعه ما ما اكلوا كل شيء كله بخيري ما اكلتوا شيء كله بخيري والله هذا خطي حتى واقف هنا ما اكل بالعافيه هذا مفتوح على المواقف بعبود القاضي يقول لك ولا اشتهي فكه تاخذ سفر ذا سفر خلصنا من زواج طالب رسمي اول وصل ينقص عبد الله محمود عبد سلم لي على العيله شلع هاي الجامعه اللي داوم بها انت لا حد جاي حديقه عمامي اكبر منها دوامك يوم 27 استاذ عبد الله عيني او هاي او با سياره طاقه هيبه 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 وصلت الديوان واسمك هلالي